بنعود مرة أخرى مشاهدينا، فقرتنا الحالية هتكون طبعا خاصة بالفن وفن النحت والرسم وعلاقته بالانتماء وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. هيكون عندنا هذا اللقاء مع الفنان التشكيلي صابر طه، متخصص بورتريه ونحت. صباح الخير. صباح الفل، منورنا ومشرفنا. بتقولي ان انت يعني دائما يعني عندك نوع من الإلهام من الصغر بانتصارات حرب أكتوبر، وده كان واضح جدا في رسوماتك وحضرتك طفل. شوفي، يعني انت عارفين طبعا استاذه تغريد وكلكم قلنا انا كنت برسم وانا طفل صغير يعني، لكن موضوع بقى يعني حرب اكتوبر ونصر اكتوبر العظيم ده يعني من صغري، يمكن دي الحاجه اللي يمكن كموضوع يعني من البدايات ان انا ارسم موضوع. انا بدات برسم نصر اكتوبر والاحداث اللي شفناها، واحنا انا ما حضرتش يعني طبعا حرب 6 اكتوبر، ولكن يعني بسبب الافلام السينما الدراما المصريه العظيمه اللي جسدت حرب اكتوبر بفنانينها العظام نقلت لنا الصوره ديت يعني طبعا. فطبعا كنت بشوف الافلام وكده ورسمت كتير يعني، حتى في المدرسه في كل المراحل من وانا صغير كنت دايما ارسم عن 6 اكتوبر والعبور، ويمكن يعني حتى كمان يعني كان بيشدني يعني ده عن طريق الأفلام يعني. طبعا تشوف الحرب وتشوف الفظاعة بالنسبة للأطفال بتبقى حاجة يعني حاجة بتشدك يعني، اللي هم الوقت بيشوفوا الجيم نوع من الجاذبية يعني بيعيشوها في الجيم الوقت والبلايستيشن وكده يعني. فإحنا كانت الأفلام هي أو التلفزيون هو اللي كان بينقل لنا الأحداث دي، فطبعا كنت بشوف فيها العظمة بتاعتنا وعظمة القوات المسلحة وطبعا في أحداث كتيرة طبعا يعني حصلت في حرب أكتوبر عشان نحقق هذا النصر العظيم يعني. خلينا يعني نتكلم عن مشاركاتك في أكثر من يعني مسابقة دولية وعالمية، وبتمثل مصر، ويمكن بتقولي إنه كان في أكثر من يعني معرض كان في الصين وأكثر من دولة. شعورك بيكون إيه وأنت بتمثل مصر من خلال معرض؟ والله طبعا دي حاجة طبعا بتبسطني، وبالذات لما تكوني انت بتتعاملي مع العالم الخارجي وتلاقي انك يعني بتبقي حاجة يعني شبه يعني الواحد بيتواضع يعني ان يبقى فخور ان اسم مصر بيتحط في وسط الفنانين العالميين يعني. طبعا يعني كم السنة دي 2024 كم في كذا مسابقة، سابقة رومانيا للبورتريه دي برضو من ضمن المسابقات اللي شاركت فيها واخدت دبلومة التميز يعني على مستوى 100 دولة. شوفي كم الفنانين قد ايه. في برضو اخر حاجة يعني وصلت لي برضو المشاركة في معرض التنين للصين. ففي كتير يعني الحمد لله يعني الواحد اجتهد في الحاجات دي، ولكن لما بتحس انك بترفع اسم مصر ده شيء عظيم لينا يعني. أكيد. فطبعا دي بتبقى فرحتي هي ان اسم مصر بس بيذكر يعني. اللوحات كانت عبارة عن ايه؟ هي كلها بتتكلم عن البورتريه، وطبعا يمكن اخر حاجه للصين ان هي كانت عملت تصميم في برج التنين للصين، ودي كانت لها مسابقه دوليه. فلا يعني يمكن من ضمن المصريين الوحيدين اللي اسمه نزل في وخاتم تميز. كل لوحه تقريبا بتاخد وقت من حضرتك قد ايه عشان ترسمها؟ وهل بتعتمد على مثلا فكره معينه في البدايه وبعد كده بتبدا ان انت ترسمها، ولا هي من وحي الخيال؟ والله بصي انا دايما يعني لما نيجي نتكلم عن الفن واصوله لازم ترسمي من الطبيعه. الخيال ده في البدايات انك بتطلعي خيال وترسمي حاجه بتخططي بتلعبي، ولكن عشان تبقي متمكنه وتبقي احنا معانا اكتر من لوحه على الشاشه حاليا موجودين، يمكن بيجسدوا اكتر من لوحه لحضرتك. تمام.
ففي حاجة اسمها الدراسة، يعني انك الدراسة دي كل ما يعني بتخل يعني كل التدريب فيها هي انك ترسمي من الطبيعة في لوحة لانتصارات حرب اكتوبر. ايوه دي حاجات وانا صغير. واضح. بس كويس ان حضرتك محتفظ بيها يعني. لا والله ده انا عاوز اتكلم عن نصر اكتوبر ده، هليكوبتر وبرده دي الوانها برده حلوه، واحده تانية برده عن انتصارات حرب اكتوبر. انا عاوز اقول ان حرب اكتوبر دي كان فيها احداث كتير احنا عرفناها، ويعني عندك خط بارليف ده يعني كان طوله 20 متر وكان بشكل افقي. فطبعا العظمه بتاعت الجنود المصريين انه عملوا دراسات كتيره في الحرب دي. وبرده يمكن في حاجات يمكن في معلومه من بعض الحاجات ان اللي هو ماده البالم ولا اسمها ايه الحريقه دي اللي كانوا بيحطوها على المياه فبتسبب حريق يعني. فطبعا الضفادع المصريه طبعا كانت عملوا دراسات كبيره وتجارب قبل الحرب، وقاموا بانسداد المواسير ديت لان دي كانت ممكن تبقى عائق كبير. انا اقصد ان الحرب 6 اكتوبر دي كان فيها احداث كبيره وفيها اسرار كتيره وابحاث كتيره. يعني القوات المسلحه كانت يعني كانت حاجه عظيمه انها كانت طبعا انها تخش في حرب زي ديت وتنتصر. واضح ان في كمان لوحات تجسيديه لحرب اكتوبر كمان على الشاشه، يعني في تنوع الحقيقه في تجسيد حرب اكتوبر من خلال الفن والنحت. بتشعر بايه اقرب ان هو بيجسد يعني الحرب، والحاجه الاقرب ليك بالنسبه كنحت ولا رسم؟ والله بصي انا يمكن عشان انا متميز في يعني انا بعتبر الفن التشكيلي بالنسبه لي هي كلها شبكه واحده يعني. فانا في النحت الرسم الحمد لله يعني، فما بفرقش بحاجه، بعبر بالرسم بعبر بالنحت حسب الموضوع. يمكن انا يمكن في صوره للنصب تذكاري انا مصممه لحرب 6 اكتوبر. يعني احنا كل الفنانين عبروا عن 6 اكتوبر بالجندي، فانا طلعت عن خرجت عن الشكل او الهيكل اللي بيمثلوه الحرب بتمثل في جندي اتعمل كتير يعني. فانا غيرت ده بوجهه نظري انا ان انا عملت 6 اكتوبر يعني اللي هو الرقم 6 وحطيت السلاح وفي الايد القابضه اللي هي ايد الجندي اللي فيها رموز القوه والشجاعه. فانا عاوز اقول لك ان الفن ليه دور كبير قوي في انه بيعكس الانتماء للشخصيه والوطن. والفنون كلها يعني. فانا عاوز انا حتى بقول الدراما المصريه اثرت فينا وده برضو نوع من انواع الفن. فالفنون مهمه جدا انها بتنقل الاحداث دي للاجيال اللي جايه اللي ما شافتش او ما حضرتش الاحداث دي. اكتر تاثير بالنسبه للشباب لفكره الانتماء بيكون ايه اكتر تاثير؟ ايه ده؟ الانتماء يعني اللوحات الاكثر تاثيرا بالنسبه للشباب هو فكره الانتماء. انا شايف انها كلها عن طريق الفن. وطبعا يعني يمكن في حاجه برضو هو الميادين لان دي تعتبر صوره يعني مكشوفه للمجتمع ان احنا نهتم وزاره تهتم بعمل ميادين ونقدر نمثل ونرخص تماثيل تماثيل تعبر عن حرب 6 اكتوبر وكده يعني زي المتاحف يعني الموجوده وبانوراما 6 اكتوبر ومتحف بورسعيد. فنكتر من ده عشان الجيل ده لازم يعرف مصر عملت ايه ويتشرف بالاحداث نصر اكتوبر العظيم ده طبعا. اكيد. بالنسبه للجوائز الدوليه حصلت على اكتر من جائزه من اكتر من بلد. هي اخر حاجه هي جائزه رومانيا للبورتريه دبلومه التميز، وبعديها اللي هي المشاركه مع المسابقه الدوليه للتنين في الصين. دي يمكن اخر 2 السنه دي يعني. وطبعا في جوائز بقى داخليه يعني في محليه كان في معارض الكاريكاتير جمعيه الكاريكاتير طبعا يعني. وكان في برضه حاجه تاني كاريكاتير انا ناسيها يعني والله يعني. فاخدت جوائز السنه دي، خدت جوائز كتير. الأقرب لقلبك؟
من ناحية الرسم كاريكاتير ولا لوحات ولا نحت مثلا تمثال وتشارك بيه؟ يعني ايه الأقرب ليك، وايه أكتر حاجة بتقدر ان انت تجسد فيها يعني شخصيتك كفنان؟ حاليا انا مايل للنحت اكتر، اكيد لان في تشريح وتقسيم طبعا من كل طبعا الزوايا، بياخد وقت تشغلك اطول كل الزوايا حواليه صح. فبتندمج فيه اكتر، غير لما بترسمي فلات كلوحه. فالفتره دي يمكن حابب ان انا اشتغل كتير نحت يعني. بياخد قد ايه وقت النحت؟ هو مشكله النحت انه وقته كتير والمراحل يعني، اصل النحت ده صعب حسب يعني. الخامه كمان، انت الماده بتبداي نفسها. مثلا لو هتشتغلي بالصلصال بتبداي تعملي الكراكاز حديد، انت بتكون في فكره يعني محضراها يعني وبمقاييسها يعني، كل انت بالفكره بتبقى في دماغك الاول يعني تحضير ليها، تعملي لها كراكاز وبعد كده بتشتغلي بالتيل الصلصال وتبداي تنحتي العمل الفني وبيخلص، وبعد كده بتخشي في مرحله من مراحل تانيه بقى صعبه يعني، اللي بتعملي له بقى قالب وبعد كده بتشيليه، وقصه يعني صعبه شويه أيوة. يعني، او بتصبيه في الاخر بقى، سواء هتعملي برونز هتعملي بلاستر كده يعني، في كذا خامه هل يعني. اعتمدت مثلا في النحت على يعني دراسه الفن المصري القديم، واعتمدت على دراسه هذا الفن واعتمدت عليه في فكره النحت؟ احنا مصر يعني، الحضاره المصريه انا في يعني في رئيس قطاع علوم الاهرام في الفنون التشكيليه يعني، انا طبعا انا بقول لك من ضمن ما فتح يعني الاول فتحنا اول حاجه غير الطبيعه يعني الحضاره المصريه، لان طبعا قالت لنا كل طبعا حاجه عن طريق طبعا الفنون، تشوف الجداريات الرسومات والريليف اللي هو النحت البارز، طبعا عبروا ونقلوا التاريخ ونقلوا العلوم بتاعتهم عشان للاجيال دي. فعشان كده انا بقول الاجيال الجيل الحالي يعني محروم ان احنا نهتم ونرسخ الامور دي كلها والتاريخ بتاعنا العظيم، انه نرسخه في صوره تماثيل لوحات جدريات أكيد. وبالذات في الميادين يعني، احنا عندنا نقص قوي في موضوع الميادين دي. أكيد أكيد. فدي الواحد، وانا عشان كده عامل نصب لستة اكتوبر بيعبر عنه بمنظوري انا يعني، فاتمنى ان ده يتم يعني ان شاء الله يتم ان شاء الله. اكتر حاجه كنت سعيد ان انت بتجسد او بتمثل مصر في معرض دولي كانت انهي دوله؟ هي رومانيا رومانيا. الاخر رومانيا كان العمل اللي كان شاركت العمل بيه، كان عمل بورتريه لحد كده زي اديب زي نجيب محفوظ هناك، حلو قوي. فكنت عملت بورتريه وكان شارك فيه اكتر من 100 دوله، وانا الوحيد المصري من ضمن 15 يعني تميزوا يعني الحمد لله. حلو جدا. بيكون اكتر من يعني فنان طبعا على مستوى العالم. بيبقوا كتير مئات طبعا طبعا يعني. بتبقى ايه شروط الالتحاق مثلا او المشاركه مثلا في معرض زي معرض دولي زي ده؟ بيكون في مثلا شروط معينه، لوحات بشكل معين يعني، هو بيبقى مقاييس معينه؟ بيبقى هي مش شروط يعني هي بتبقى وصف للعمل اللي هتشارك بيه، للعمل الفني، وفي شروط طبعا الحجم وكده وموضوع يعني بيطرح موضوع، ولكن اي فنان متاح ان هو يشارك يعني وكده يعني، وبيشارك فيها الالاف يعني لو اتكلمنا عن 100 دوله يعني. ولكن هي الميزه هنا انك بتنبسط انك اسمك بتمثل يعني مصر يعني من كم كبير يعني تقديري. أيوة. فده شيء عظيم يعني. بتشوف ايه اكتر حاجه بيحتاجها الشباب في مجال الفن التشكيلي؟ اكتر حاجه في الشباب انا اكتر حاجه في الشباب، انا والله يمكن يعني الجيل ده بصراحه انا شايفه رايح في حته، واتمنى ان يعني رغم وجود التكنولوجيا وامكانيات كبيره جدا وكتيره يمكن ما كانتش موجوده زمان متاحه حاليا في مجال الفن التشكيلي يعني ممكن يستخدمها.
وانا يعني انا شايف ان المصري هيفضل لاخر يوم في الدنيا هو يمكن من المميزين. احنا اصلا دمنا يعني الحمد لله جاي من الفراعنه. احنا اصحاب الفنون يعني واحنا اللي بنورث العالم الفن يعني عن طريق الحضاره المصريه والعظيمه وبعلومها. فمصر العقليه المصريه اصلا مؤهله انها تكون يعني مؤهل اي طفل يعني انه اهل انه يكون عظيم يعني بس وحسب الحياه الاجتماعيه والثقافه اللي هو عايش فيها يعني. فانا بقصد الدور اللي زينا كفنانين انه يحاول انه يعلم الجيل دوت. انا بعمل كده ومش انا لوحدي يعني حتى الوزارات يعني مش شرط وزاره الثقافه بس يمكن وزاره التعليم أكيد. يعني لان انا عاوز اقول لك ان وزارة التعليم زمان احنا اتعلمنا في مدارس الحكومة. صحيح. وزارة التعليم نشاط. دي هي الحاجة قومية هي اللي بتصنع المصري اللي صح. جاي. صح صح. كان في حاجة اسمها حجرة التربية الفنية. كان في حجرة الموسيقى. كان في المعمل. لولا ده ما كناش احنا وصلنا لكده وعندنا الابداع دوت. لكن يمكن النهاردة الشباب موجود عنده امكانيات اخطر بكتير قوي من اللي كانت موجودة زمان عنده. بس هي بترجع للماسك يعني الأساس يعني أنا أعتبر أن الوزارة هي أساس لها دور كبير أكبر من الأسرة كمان ليها أكبر دور. من الأسرة لأن المدرسة دي حاجة شيء عظيم. فنقصد أن أنا بشوف الجيل ده اتحرم من الأمور ديت يعني إحنا بقول لك يعني لولا الاهتمام من وزارة التعليم زمان بالفنون وكده ما كانش يعني تطورنا ابداعيا بالزبط. يعني فده شيء مهم يعني. فاتمنى ان الوزاره ترجع وتهتم قوي بالابداع والفنون كلها يعني في المدرسه بالذات يعني. يعني أنا بقول إنه مدام هناك تكنولوجيا وأدوات كتيرة جدا ويعني برامج كتيرة جدا متاحة للرسم على الكمبيوتر في حاجات كتيرة جدا جدا متاحة دلوقتي نقدر نقول سهلت المهمة على مجال الفنون بشكل عام ولا صعبت الدنيا ولا قللت من فكرة الإبداع؟ هي دي برضو مشكلة. احنا عندنا دخل علينا الذكاء الاصطناعي ولكن عاوز اقول لك الاوريجينال اللي هو الهاند ميد كل حاجة طبعا هاند ميد طبعا ما هيوصل صناعة الايد نفسها دي قيمة جدا وغالية. انا من الفنانين اللي دايما احب ان انا اشوف الجديد. انا يمكن من اول الفنانين يعني لما نزل حاجة تابلت الرسم برنامج الرسم على التابلت انا استخدمته. أنا حاليا يعني أنا عاوز أقول إن الفنان أنا برجع لك ورا خالص بسبب المدرسة وبسبب الاهتمام بالفنون إحنا وصلنا لإيه؟ إحنا في السن ده أنا دخلت كمان في التكنولوجي وفي العلوم والفيزياء بحب الابتكار والاختراع. أنا اتعلمت الأندرينو المايكرو كنترول. أنا يعني أنا مش متخصص. أنا بعمل دلوقتي روبوت يعني عشان انا هو بيتنحت وكده بس انا عاوزه يتحرك وبالفعل دخلت في مشروع حلو ده قوي ده وبطور نفسي فيه. فانا اقصد مهما كانت الظروف وكده تلاقي الفنان برضو عنده فكره الابداع عاوز يجري ويجري مع الزمن ويجري مع الحديث يعني. انا بقصد انه هل البرامج المتاحه او التكنولوجيا دي عملت نوع من حد الابداع عند الشباب؟ هو اللي هيعتمد عليها يعني هيقلل من ابداعه طبعا يعني لازم الايد تشتغل لان الايد لما بتيجي تشتغل بتشغل الديزاين نفسه بالايد الرسم بالايد يعني هي الممارسه لان احنا اللي قوانا في الاول هي الممارسه. كنا بنرسم كتير وبننحت كتير وعشان بنرسم كتير ودايما بنرسم الطبيعه لان خطوط الطبيعه هي الواقع يعني لكن الخيال مش واقع. انا شايف مثلا الكرسي مثلا انا شايفه بزاويه معينه وشايف خطوط
معينه وكلها مقاييس فبنقلها صح. فالعقل بيسجل يعني فلازم امارس. انا رسمته الاول غلط ارسمه 20 مره ارسمه 30 مره لغايه اما تيجي في اول تجربه تبص على الصوره انجح هتشوف اخر صوره هتلاقي فيه فرق كبير. فالممارسه بالايد فكره التقييم بتتم في الفن ازاي؟ يعني ممكن نقول ان هي رؤيه فنان، يعني كتير جدا يقول لك ايه رؤيه الفنان كده. التقييم الحقيقي بيتم بناء على ايه؟ التقييم الفنان ولا اللوحه؟ اللوحه ولا نفسها. بصي هو في مدارس يعني في الفنانين مختلفين، يعني كل واحد بيحب مدرسة معينة، المدرسة التجريدية التأثيرية التعبيرية. أنا من المدرسة الواقعية ودي من أصعب حاجة المدارس يعني، وهي المفروض إن الفنان في البداية إن هو بيدرس الواقعية والتشريح، ولكن أنا حابب الواقعية يعني طول عمري. فحتى المفروض إن أنا لما بشوف يعني اللوحة بفهمها ما احنا بقول لك المدرسه بقى اللي هي التعبيريه والتاثيريه بقى، وفي اللي هي بعيده عن الواقعيه. ناس كتير تبص على اللوحه ايه ده يعني دي يقول لك رؤيه الفنان. فالناس بقى بتحط عليها افيهات كتير يعني مش عاوز اقولها، ولكن هي تحترم يعني. في حد بيبقى حابب الالوان بس، يعني رؤيه الفنان حابب الالوان بجد واختلاط ولا الالوان، ده نوع من الهروب من السؤال؟ لا هي انت تقصدي ان في ناس استغلت المدارس ديت اللي دخلت علينا يعني حديثا بالفعل. هي في ناس استغلت وبقى هي الفنانين بيقولوا عليهم مزيفين يعني لكن مش حقيقيين يعني. الفنان الحقيقي لازم يمارس الواقعيه والتشريح في البدايات. لازم يوصل لمرحله تشوفي ده خلاص بقى قوي، اتجه بعد كده اتجاهات ثانيه مش مشكله. ولكن في ناس دخلت في الموضوع على طول بسبب المدارس الحديثه دي، ان واحد يطلق الوان ويعمل كده وملهاش اي معنى ويقول لك ده فن رؤيه الفنان. ولكن انا عاوز اقول انا احنا مش هنتكلم ده فنان او مش، انا هتكلم عن الفن نفسه يعني طبعا. الفن نفسه بيعالج سلوك صح، وفي علاج أحترم بالفن، احترم اللي بيمارس الفن، احترم اللي عنده تذوق للفن صح. يعني لو الناس كلها تحب تمسك الالوان وتعمل اللي تعمله انا انبسط يعني يعملوا اي حاجه، بس الفن اصلا بيعالج السلوك الشخصيه طبعا. وفي علاج بالفن بالظبط، مدارس كتيره جدا بتعالج بالفن بالظبط كده. الحقيقه يعني حضرتك نورتنا وشرفتنا واستمتعنا جدا باللوحات الجميله اللي بتعبر عن انتصارات حرب اكتوبر. نفسي ان انا اقول اكتر من كده طبعا، لا ده حضرتك تنورنا في اي وقت. بشكر الفنان التشكيلي صابر طه متخصص بورتري ونحت، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله فريق عمل اخر، وبنصبح عليكم الى اللقاء.